أنا الجيران وهل دربي سلام، قالت أهلا بالكرام. هي مصر العربية تحتضن هذا اللقاء من وطن عربي في العاصمة المصرية القاهرة، حيث اللحمة الإنسانية التي فيها نلتقي على ضفاف النيل ونتسامر، نتجاذب أطراف الحديث، نعلي كما درجنا من شأن التاريخ ونحجم عن عمد هذه الجغرافيا. أنا سعيدة بهذا اللقاء كما اللقاءات السابقة وأيضا اللاحقة، حيث أستضيف مجموعة طيبة وجميلة. هي مباراة للجمال ومجاراة للمحبة، والنتيجة في الآخر حنعرفها، لكن أنا أجزم بأنها تعادلية كما اعتدنا، لأننا نتبارى في سوح المحبة. أرحب كثيرا بهذه الحلقة بضيوف الأكارم من داخل الأستوديو. هأبدأ بالشقيقة مصر التي قلت لها أنا الجيران فقالت الدرب سلام. سلام يا سامح. سلام من كل القلب الطيب اللي بيكنلكوا كل حب واحترام. الفنان الكبير سامح يسري، وأنت نجم في سماء هذا البلد المفعم بالجمال، بلد يحتشد فيه النجوم مش من مصر العربية فقط، كانت وما زالت وستظل أم الدنيا ومنارة المقبلين على النجومية والإبداع. أهلا بك كثير وأنت فنان كبير. شكر جدا، وأنا سعيد أنا فزت إخواتي الأفاضل ونجوم السودان الأفاضل، وإن شاء الله نعمل حلقة تعجب كل السادة المشاهدين إن شاء الله. حنان بلبل أهلا بك كثير، وأنت تاريخ ممتد في جمال هذا البلد وفي عطائه وفي الكثير من الإشراقات والمشاركات على مستوى الفن. أنا برحب بك كثير. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. الله يخليك. يمكن أنا بتمنى لك تحية الصحة والعافية، وشوية أنت متوعكة ليومين سابقات، لكن الحمد لله اليوم أنت أفضل من ذي قبل. الجميلة أفرح عصام أهلا بك. أنا برحب بك كثير، وأنت واحدة من النجوم الشباب الذين دخلوا إلى الفن من عوالم التمدرس والتمدرس. يعني أنت خريجة مدرسة فنية، مدرسة نجوم الغد، وكل خريجي هذه المدرسة نهلوا من الكثير من العلم، من المنافسات وأنت خريجة فنية. أهلا بك كثير. أهلا بك يا سلمى، وأنا سعيدة يعني بأنه أنا معاكم، ودائما قناة الشروق يعني أنا يعني شخصيا بكون مرتاحة جدا، لكن المرة دي إحساس مختلف وروح مختلفة إنه أكون مع أستاذ سامح يسري لأول مرة، مع أختي وحبيبتي أستاذة حنان، وسعيدة معك. يعني حنان البداية عندك، يعني أنا زي ما قلت في المقدمة، زي هي مباراة ومجارة. ليه سميتيها مباراة ومجارة؟ مباراة للجمال ومجارة للمحبة. الله، زي التاريخ والجغرافيا، عجبتيني قوي في التاريخ والجغرافيا. برافو سلمى، والله بجد مفردات فعلا مميزه جدا، الله يحميكي. حلو ده. ما انا بستمد القلق من ضيوفي. حنان حنبدا بيكم بفرقتك الجميله المصاحبه، انا بحييهم فرد فرد من خلال هذا اللقاء، والبدايه عندك والاختيار انا اجزم بانه اختيار موفق. اغني عطيه كلمات الشاعر، الحان وكلمات هيثم عباس. تفضل. النقبة والحركة المباحث والأمنية، وعلي أبو يسمي طعطية.
الماليه تلاقي يرحق وقوماتي كم ما هي بدور ابن وزير في وزارة المالية تلاقي يرحق وقوماتي كم ما هي يرفع للريس تغرير الميزانية وعليها ابو يسميته عطية شكرا لك يا حنان. ويمكن دي امنيات كل ام بانه تجد واحد من فلذات اكباد اذا ما كلهم في هذه المناصب القياديه العدليه، يعني على مستوى العلاج كمان يعالج بالمجان، وعلى مستوى ال نص الكلام مش فاهمه، بس انا عرفت انه هو يعني حد متشحطط في الوزارات كلها فانا مش عارف ايه الموضوع. لا يعني يكون ماليه ودي الاجير اجرته يوميه، يعني الحق في العداله. هو مين عطيه اساسا؟ عطيه ده نموذج لاسم متمنى. يعني كل ام بتتمنى انه ابنها يكون بمواصفات عطيه. ربنا يديك عطيه ويدينا كمان. طبعا لا جميله والله ما شاء الله، وفيها فكره، وفي الاخر برضو الولاء والانتماء، يعني يرفع علم السودان، يعني بجد حاجه جميله. شكرا لك كثير يا حنان. ويمكن الحلقه زي ما انا ذكرت في البدايه انها يمكن على غير العاده انه فيها حشد اكبر من حيث العدد، وده يمكن من حسن حظنا في انه نستمتع بقدر اعلى من الاغاني. نتحول للمباراه اذا كانت بدت هي لا بس ما بعد عطيه برضو نسمع اختنا. لا ما لازم يكون في النص ليديز فورس. عشان طيب اللي انتوا عايزينه. طيب احنا هنسمع منك عمل ونرجع ثاني. طيب نسمع افراح. عامل اغنيه اسمها حبيبي، والاغنيه دي انا عاملها، انا اول مطرب عربي في السينما الهنديه بوليوود، وعامل يعني اصريت ان ادخل اغنيه المصريه السينما الهنديه. وبدات بشكل مصري كده متطور شويه اوروبي شويه، ولكن حطيت فيها الشكل المصري وبهديها لكم. الاغنيه من الحاني انا والاستاذ عصام اسماعيل، وكلماتي انا استاذ سليمان غلاب. حبيبي يا حبيبي يا
ولا غيرك حبيب. أيوة أحلى كلمة منك أنت كلمة يا حبيبي. الجمال ده يا سلام. كلكم حبايبي. الجمال ده يا سلام. شكرا لك كثير. واو. على فكره انا بنقل الحب ده من قلبي لكل شعب السودان، لكل اخواتنا هناك، ويجذب اللي يقول ان في فرقه او في تفتيت او في تقسيم او ما يدركش ان احنا شريان واحد. صحيح. احنا كلنا كلمتك برضو لسه مأثره فيا. اذا كنا التاريخ بيقول كلام كتير فاحنا بنكسر الجغرافيا هنا. احنا ما فيش بيننا حدود، احنا وطن واحد، قلب واحد، فن واحد، ثقافه واحده. اخواتي الاساتذه الافاضل سعادتهم باول مره يسمعوا الاغنيه دي، وده تاثير افاضل موسيقيين، فده يسعدني. استاذه حنان لما تشاركني، استاذه فرح لما تشاركني، ده هو دي فرحتي انا كمان، فانا اللي سعيد ان انا اللي يمكن يعني نعلم جميعا وانتم اهل الخبره واهل الدرايه في هذا المجال، أن الموسيقى هي التي تقرب اللغات المتباعدة والشعوب المتنافرة، فما بالك بشعب النيل اللي بيشرب من نيل واحد. أفراح الكرة في ملعبك والمباراة شغالة لسه يعني. هنسمع شنو أول عمل؟ هنسمع أغنية حقيبة في هواك يا جميل. أوكي. كلمات عمر البنا والحان كرومة. أوكي هنسمع. Thank you.
شكرا يا أفراح كثير. ويمكن ده الهدف الأساسي من هذه الجامعة، إنه يعني نعلي من جوانب الشراكات الموجودة بيننا كوطن واحد. بطبيعة الحال أي فنان بداياته يجب أن تؤثر على مستقبل المسيرة، في إنه الخيارات متاحة في أن يلج كل منكم الخيار المناسب. بعض البدايات قد تكون صعبة أو متعبة أو فيها الكثير من المجاهدات، والبعض الآخر قد يبدو معبد ومفروش بالورود. حنان، أنت نوع مفروش بالورود ولا نوع المجاهدات؟ في الخلاط. الله، مجاهدات شديدة لها هسه والله. إلى الآن؟ ربنا يعين. إلى الآن والله. يعني الزول بعد ما يصل مرحلة كده بقوم بيرتاح، ما بيفضل جاهد طول عمره في الفنان عطاء. لا أكيد لازم. شنو طبيعة لازم تواكب العصر، لازم حاجات كثيرة. بدايتك يا حنان، يعني لو كلمتني. أنا بديت من الأطفال، بديت من برنامج جنة الأطفال، بعد ذاك انتقلت لمركز الشباب ومدرمان، حتى وصلت لهذا المهنة الموسيقية. يعني أنا بتخيل إنه في كل يعني جيل بتكون في نوع من البدايات المختلفة. يعني هل ممكن تكون بداياتك أنت في صعوباتها مشابهة أو متقاربة لصعوبات أفراح؟ قبل ما أفراح تورينا، خلينا نشوف شكل الصعوبات اللي واجهتك في البداية. لا، واجهتني والله صعوبات كثيرة في البداية. بعدين الفنانين كانوا الله يديم العافية البلابي في الفترة اللي أنا ظهرت فيها في الغنى، هم خلاص مرقوا، ولقيت يعني من الأسرة من كل ناحية، لأنه أنا فنانة طبعاً، فنانة استعراضية، دي المشكلة لقيتني. يعني الفن ده ما فنانين كتار كانوا في السودان، لكن جيت بحاجة جديدة في السودان، الاستعراض، فن الاستعراض. لحد هسه ممكن تكون أي جانب استعراضي أو فنون أدائية بالنسبة للمرأة فيها إشكال؟ أنا بفتكر ما حيفضل مصاحب لهذه المسيرة. والله هو ما فيه، يعني هسه شايف الناس طورت وعملت، لما دارس زمان ما كان في حاجة زي دي، لأن هسه كم فنانة يعني بيغنوا وبرقصوا، لكن في وقت أنا ذاك في الثمانينات كانت الصعوبة والناس متأزمة شديد. سامح، لابد من بدايات مؤثرة، أشخاص أكثر أثراً. يعني أنا بعيد عن الاستعراض طبعا. بعيد عن الاستعراض. بس برضو يعني كونك تكون مشارك في السينما الهندية. أنا بس أنا متحمس لأستاذة حنان، لأن بسمعها طبعا، أنا بتعرف عن كواليس أنا أول مرة أسمعها. فطبعا المعاناة مع الفنان في كل وقت وفي كل مكان، فيعني عجبني النبرة اللي هي يعني تكاد بتتكلم بيها بشجن جدا عن مشوار عايزة تقول إنها يعني تعبت قوي عشان عملت اسم حنان. فده أنا فخور جدا بحضرتك، وأكيد اللي جاي أحسن، وحيك شفتي التطور، فإن شاء الله كلنا هنعدي المرحلة. مفيش صعب دلوقتي، خلاص مفيش صعب، كلنا إن شاء الله نعدي كل الناس. والله الحمد لله الناس يعني بقت فاهمة من زي أول. الحمد لله. سامح، بداياتك يعني هل هي من النوع اللي وجدت فيه بعض السند والدعم من أقرباء أو من لا 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 خالص خالص. أولا أنا بدايتي أنا كنت بلعب كرة في النادي الأولمبي، كرة قدم، لعبت دوري استعراض. طيب لا، ده استعراض عضلات. استعراض رياضي. وخدت أول جامعات في الغناء بالصدفة البحتة، لأن هوايتي عزف الجيتار، يعني هوايتي التانية. أنا من أسرة رياضية أساساً، والدي الله يرحمه كان لعيب في النادي المصري بورسعيدي، وبعد كده في النادي الأولمبي في اسكندرية. فنشأتي رياضية جداً، فأنا كنت متفوق في النشاط في المدرسة، فبدأت أغني في الجامعة، فخدت أول جامعات من أول مشاركة من خلال الملحن الله يرحمه أستاذ حمدي رؤوف. إحنا كانت الفترة دي فترة الشركات والاحتكار، فخدوني شركة وقالوا لي أنت الأمل وأنت النجاح وأنت، وفجأة لقيت نفسي ما بعملش أي حاجة، غير أني قاعد رايح الشركة جاي من الشركة، بتعمل إيه؟ ما فيش أي ألبومات وما فيش أي حاجة. ويعني لغاية ما أنا عملت أول كلمات وألحان ليا أغنية طاير طاير. وأغنية طاير طاير دي بعتبرها هي الانطلاقة، كان في 96
97 انطلقت في كل الوطن العربي من خلال اول اغنيه تنزل لي من على الشركه، بس عملوا لي احتكار حوالي 5 سنين، فكان ظروف صعبه جدا جدا، واكنك انت زي المطرب الدليفري اللي بتروح لكل الناس تقول لهم انك مطرب كويس، لكن مفيش دعم باي شكل من الاشكال في الفتره اللي احنا كنا فيها. يعني يمكن حنجي نتكلم بشيء من التفصيل عن هذه الجزئيه، يعني التجارب، الشراكات، التجارب بغناء بلهجات مختلفه او حتى لغات مختلفه. طبعا الشراكات اللي يعني شركات الصوتيات او حتى المرئيات اللي يمكن تتحول في مقبل الايام لدرجه من التحجيم وليس التنجيم للفن. لازم مؤسسات حقيقيه صحيح. عندها القدره على انها تشوف النموذج وتقدمه للناس بشكل لائق. انت مش مطلوب منك تبقى انت المدير او صحيح. انت اللي بتنظم كل الامور. يعني يمكن هو فقط فاصل قصير يفصلنا عن نفس السؤال لافراح في انه البدايات، لانه جيل مختلف وتجربه مختلفه، خاصه انها تجربه كانت على الملأ، الكل كانوا حكام على تجربه افراح في التقييم الابتدائي. لو وريتينا تجربتك مع نجوم الغد. والله طبعا يعني انت عارفه انه يعني الفن ده يعني في السودان شويه صعب، وانا ذاتي دخلت في يعني في عمر كان خطر جدا 13 سنه، فيعني كان في رفضه طبعا. لا، في الموسم ده كان عمري 13. انا في نجوم الغد كان بالضبط عمري 13 سنه. يعني اول يوم انا دخلت في عالم الاعلام بالضبط كان عمري 13 سنه. طب ممكن اسال سؤال؟ تفضلي. حسين انت كم؟ انا مواليد 92. يلا انت بعد ذاك. شو الشجاعه دي؟ بعد 10 سنين هتقولي لي بالشريط ده نمسحه. فانا شويه كده الحياه شويه كده اخذتها وانا صغيره شديد يعني. فبدأت من الدورات المدرسية، يعني أصلاً أنا فكرة نجوم الغد ما كانت عندي. أستاذ بابكر صديق شافني كان في الدورة المدرسية وقام قال لي أنت لازم تكوني معي. فأنا طبعاً يعني بحكم العمر والحياة زول كله ما كان صغير، كله ما حاجاته يعني جواه كان صغيرة ما زي لما إنه يكبر وكده يعني. فبعد ذاك أضرب لي تلفون وقام قال لي نحن عايزينك انت تكوني معنا في البرنامج. يعني انا ما مشيت، استاذ بابكر هو طلب مني يعني. عايزينك شديد يعني، فكانت عايزينك ضروري يعني، عايزينك معانا بشده شديد. الله. فكانت قوي ضربه البدايه. عايزينك قوي. فكانت ضربه البدايه كان من نجوم الغط يعني بشكل جد. وبعد ذاك حتى ما كملتها اغاني وبعد ذاك الحقيقه مش الثقه دي. كيف انا سالتها تخيلتها تقول لي يعني ادتني التاريخ تحديدا، بس بعد 20 سنه حتفتش على الشريط ده. ايوه طبعا. تمسح. انا عارفه انه كل زول بياخذ وقته وما في زول حيشيل زمنه. يعني هيجي لحظه كده اشوف استاذه حنان نحن جينا برضه بيجي جيل بعدينا يعني. صح. فانا بتمنى انه يعني الجايين بعدينا ب20 سنه يكونوا زي انا واستاذه حنان، يعني علاقتنا حلوه الحمد لله ودواخلنا طيبه مع بعض. يعني في كثير من الاشياء يعني لا تزداد الا جمالا حينما تتعتق. اي لكن بس انا دائما بقول يعني حاجه، دائما يعني زول اللي بيتعامل معك كعب ده زول ما عنده ثقه في نفسه. يعني انا استاذه حنان كان ممكن تحقد علي مثلا وما تتعامل معي كويس، لكن يعني زول الواثق من نفسه مهما يجوا اجيال هو بيكون متربع وقاعد على حاجاته يعني. صحيح. فدايما انا بحب الحاجات الطبيعيه من غير تكلف يعني. انت عارف افراح دي انتوا فاهمين بعض يعني، انتوا بتكلمين انتوا في تواصل طيب. احنا علاقتنا علاقه طويله جدا بالمناسبه. بس كعب ايه اللي دخل الكعب ولا لا لا ما لا يعني انت عارف الوسط الفني يا استاذ سامح. لا يعني في مشاكل يعني بعد الشر يعني 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 شيء ما جميل يعني. انت عارف ان الوسط الفني في اي حته في العالم بيكون في حاجات يعني انت استاذ كبير وبتعرف. انا مش عايزك تبصي للحاجه دي، اعملي عملك الجيد وطالما علاقتك طيبه بالاخر. انا تكلمت عن الحاجه الجميله ما يعني ما اخذت الطابع يعني هي يعني. يا استاذ سامح تحدثت عن انه يعني من الممكن انه الاجيال ما تتوافق. لا ان شاء الله. الجيل القديم يحس بشيء من الغيره او عدم او التقييم الحاد في التجربه. هي لا ما عاملتني كعب يعني ما عاملتني بسوء. ما عملت ايه بقى؟ كعب. يعني ما بشكل سيء، بشكل جميل يعني. تمام. جميل. ربنا ما يجيب كعب. افراح دي زي جابت كل الكلام عن حنان وكان عندك يا حنان. فبالتالي مره ثانيه الحاجات عندك، سمعينا. يلا ان شاء الله. ضلي عزيلة زنوين،
البلال معجنة. ساعديني يا ابني لأهل شعور الحياة، ساعديني يا ابني للجدة مظروف ليا، حبيبي البريد يا نجمة الحربية وين البلال ما جانا. علش يا مبريد وديت ورضة بيضة، اداني ورد زادت علي الرهدة. يا ناس بريدو اديت ورد بيضة، اداني ورد زادت علي الرهدة. معزة قلوبنا ما بتتفرق يا صيدة، زفت رجنا في كايرو مضمن عيد وين البلال ما ايانا. المصور وين ويكه القمر نور وين وحقه هلال مدور وين بحيب حرفك الأول وين أنا عاطر ربي حبك آخر وأول وين بلال. عقد الجواهر قلبي الياقوت مفصل، يا مال الطبيعة حقيقة ما بيتمثل، عقدني سوداني من جدك مقصر وين بلال ما جانا. زفترنا في كايرو نظم نعيد وين بلال ما جانا. الله يا زلازان وين، الله بريت بلان وين، الله يا زلازان وين، حبيب عواطف يا زمان وين، حبيب عواطف يا زمان وين، الله يا زلازان وين، مدام سلمى ومعان وين، الله يا زلازان وين، الله بريت بلان وين. شكرا لك يا حنان، وشكرا لحماس الشباب معك. هو فقط فاصل قصير يفصلنا عن مزيد من هذا الحماس عبر وتر عربي، تابعونا. حسمعنا ايه يا سامح؟ انا عامل لون شعبي جديد عليا شويه، وتعمل مسرحيه اسمها ما فيش حاجه تضحك، واخترت اللون ده بيعبر عن اصاله اللي بيحصل بواقعيه وبمصداقيه مع الشارع المصري. فانت عارفه الشعبي دلوقتي بقى منتشر بشكل، فبص شوف سامح بيعمل ايه باللون الشعبي الجديد ده. واوعى على كل لون وفي كل حته، بالجلابيه او بالجاكيته، جوه الهامر او على الكاريتا
اوعى. يلا بينا. يابا يابا على كل لون وبكل حته، بجلابية او بالجاكيته، جوه الهامر او على الكارته، واوعى انا في الكلام ما اعرفش لوكلوك، اركب طياره او حتى توك توك، لو اي حد وجاي عك عك، اوعى اوعى اوعى. انا بالطول والعرض بعيشها بعيشها ومقضيها، واي دب تنام لقفشها لو حتى جن خفيها، انا بالطول والعرض بعيشها ومقضيها، لو حتى جني خفيها، طول عمري وقت فريجي مش سكة وأوانتجي، طول عمري وقت فريجي مش سكة وأوانتجي، ومليش في الصح الضح الصح الصح الضح نبوه، ما تشيل الواد من الأرض يا عالم ادوا الواد لابوه، ولي 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 يابا ولي 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 يا طنط، واقول يا خالتي احضر فرح واسبوع وبارتي، والشورى دايما تبقى شورتي، واوعى براعي صاحبي كريم في قرشي، لا بجيب هدايا ولا بعرف ارشي، وساعات كتير بتغدى ترشي، واوعى اوعى اوعى. انا واد جني يا ناس ومخاوي وغاوي العفراطة، مش تلميذ ولا واد غلباوي ودماغي متزبطة، وغاوي العفراطة، مش تلميذ ولا واد غلباوي ودماغي متزبطة. انا جاي في اي حاجة، انا مصري مش خواجة، انا جاي في اي حاجة، انا مصري مش خواجة، والفن بيجري في دمي يا ناس، وبحب اللي تحبوه، وحغني رومانسي وشعبي وراب، وبقول موال على ابوه، ولي 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 يابا، ولي 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 شكرا يا سامح. واوعى اوعى اوعى. شكرا لك، وشكرا لحضورك الجميل، شكرا لحنان اللي شرفتنا في هذه الحلقه، وايضا لافراح اتقدم بالشكر الجميل والجزيل لكل الذين تابعونا ورافقونا في هذه الحلقه من وطن عربي. انا كالمعتاد دوما صدقا اتمناكم بخير.